بعث حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى ال خليفه عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقيه تهنئه الى اخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه الشقيقه حفظه الله اعرب جلالته فيها عن اصدق تهانيه وخالص تمنياته بنجاح العمليه الجراحيه التي اجراها خادم الحرمين الشريفين ضارعا جلالته الى المولى جل وعلا ان ينعم على خادم الحرمين الشريفين بالشفاء العاجل وان يحفظه ويرعاه ويديم عليه موفور الصحه والسعاده والعافيه والعمر المديد وان يبقيه ذخرا وسندا للمملكه العربيه السعوديه وشعبها الشقيق والامه العربيه والاسلاميه